السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الاثنين 26 أوت 2019 والساعة 10:01 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب والفيسبوك، صفحتي الفيسبوك الزلف اللون إخواني. اليوم فيه هوشة بقول إخواننا في الشرق أو دبزة ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس البرازيلي. البرازيليين انزعجوا بشدة لأن مجموعة السبعة اللي اجتمعت في بياريتس، هذه في إحدى المدن الفرنسية، طبعا هذو السبعة هم القوى الغربية الكبرى وأقوى اقتصاديات العالم إذا استثنينا منهم الصين والهند، اجتمعوا وتحدثوا على الحرائق اللي في الأمازون. هناك حرائق مرعبة في الأمازون. الأمازون بالنسبة للناس اللي ما يعرفوهاش هي تسمى برئة العالم، نتيجة لوجود غابات كثيفة هائلة، وهي التي تساهم في تخفيض هذه الغازات المنبعثة من النشاط الإنساني والحيواني وغيره في على وجه الأرض. لكن هناك حرائق هائلة، ويعتقد أن هذه الحرائق اللي يقوموا بها هم شركات تريد أن تستولي، مثل ما يحدث عندنا أحيانا، شركات كبرى لكنها شركات عالمية تريد أن تستولي على الأراضي هناك في منطقة الأمازون. والرئيس البرازيلي هذا هو من اليمين المتطرف، هو شبيه بترامب، وبالمناسبة معادي جدا للمسلمين وللمستضعفين عموما. يعني هذا الرئيس البرازيلي الجديد قبل أخذ المنصب نتاعه يمكن قبل 6 أشهر أو 8 أشهر. لكن هذا الرئيس في الحقيقة كانت عنده نقطة، هما أنهم انزعجوا بشدة، هذا الرئيس وسفيره أيضا هناك في فرنسا تبعت له تدخل يهاجم فيه القوى الكبرى التي تناقش قضية الأمازون وقضية الحرائق في البرازيل دون أن تدعو البرازيليين للنقاش أو تشاركهم. خاصة البرازيل في الحقيقة هي أيضا قوة اقتصادية، يعتقد أنها ربما قوة 10 أو 11 في العالم. فطبعا انزعجوا، لكن الرئيس البرازيلي هذا، ولأنه إلى حد ما فيه توحش مثل ترامب ويريد هو يتابع كما ترامب يحب يهاجم الناس على المستوى الشخصي أيضا، ذكر لماكرون، جاب له قضية زوجته، قال له أنت تغير مني يا ماكرون لأن زوجتي جميلة وعمرها 37 سنة وأنت زوجتك عمرها 63 سنة وهي أكبر منك بأكثر من 20 سنة. فدخلت القضية والهوشة هذه أصبحت بين رؤساء دول المفروض أنهم دول كبرى، أصبحت في قضية زوجتي وزوجتك ومن هي الأجمل ومن هي الأصغر ومن هي الأكبر. حتى تشوف التقلبات في العالم، هذه الأمور لم تكن قبل 20 سنة 25 سنة، حتى قبل 10 سنوات لم تكن هذه الأحداث أو هذه التصرفات تقع على العالم. يبدو أن الأثار أو عمق هذه الأشياء هما المواقع الاجتماعية، هذه كما الفيسبوك واليوتيوب والإنترنت، يعني لعب الدور في نشر هذه الأشياء لأن أصبح الردود مباشرة والتفاعل مباشر إلى آخره. ثانيا أن ترامب في هذه السنتين ونص اللي جا فيها في الحقيقة أحدث ضجة على المستوى العالمي، وهو شديد القذارة في كلامه وفي تهجماته على الناس، وفيه البعض اللي راهم يحبوا يتبعوه بالنسبة لهم كقدوة. شفنا هذا جونسون، هذا اللي هنا في بريطانيا اللي أصبح رئيس وزراء، هو أيضا ليس بعيد على ترامب في تصرفاته الهوجة وفي هجوماته، هو من قبل ترامب في الحقيقة، لكن شفنا تصرف الأسبوع الماضي أو قبل بضعة أيام فقط لما راح يحضر هذه القمة تاع بياريتس تاع السبعة الكبار، كان حاط رجله على الطاولة في وجه ماكرون بطريقة سيئة جدا. بعض الناس عجبتهم وهي وكأنها صفعة للفرنسيين وللرئيس الفرنسي اللي موالفين هما يدروها للآخرين، للأفارقة ولا نحن والمغاربيين لكن عموما هذه التصرفات في الحقيقة، خاصة هذا بوريس جونسون هنا، الكثيرين يعتقدون أنه سيؤدي هذه البلاد إلى مزيد من الكوارث. البريكزيت هذا، خروجهم من الاتحاد الأوروبي، يعتبر واحدة من أكثر الكوارث
اللي تعرضت لها هذه البلاد بالانتخابات. بالمناسبة هناك نقاش طويل عريض في هذه البلاد على قضية الديمقراطية والانتخابات، وكيف ممكن أحيانا قد تكون ديمقراطية كارثة إذا كانت مضات بطريقة معينة. عموما هناك من يقول أن جونسون تركي، وجونسون تركي عنده أصول تركية، عنده أصول روسية، هو أقرب إلى حتى اسمه بوريس، هو بوريس اسم روسي وهو جد روسي، ويعتقد أن عنده جدة أو جد تركي، هو خليط يعني، وهذا العالم هو في الحقيقة كله متداخل. لكن بوريس جونسون معروف في هذه البلاد بأنه وقح جدا وقبيح اللسان، مع وجود ترامب الآن ووجود هذا البرازيلي وبعض المتطرفين في إيطاليا، ويعطينا خلطة من نوع خاص. وإحنا أيضا عندنا وجود بن زايد وبن سلمان وسيسي وكل هذه الأصناف، طبعا دون أن ننسى القايد صالح. وعودة إلى القايد صالح، لأنه اليوم زاد خطب ومن كازيرنا مرة أخرى. خلونا نشوف بسرعة ماذا قال اليوم، ولا هو ليس بعيد على ما قاله من قبل، لكن للأمانة العلمية وللتاريخ، حتى إذا ما كان يوما ما الناس رجعت تشوف هذه الفيديوهات أو أجيال بعدنا، ناس بعدنا، على الأقل يجدوا بعض الريفيرنس، يعني بعض المراجع. المهم اليوم كما طلعت الحال، هذه الوثيقة اللي نقرأ فيها نشرت على إحدى المواقع على الساعة 3:00، والوثيقة تقول: وثيقة الكلمة الكاملة للفريق قايد صالح. قايد صالح كان في وهران. وهران هي مقر الناحية العسكرية الثانية، وبالمناسبة وضع فيها أحد أقرب المقربين إليه، وهو الجنرال مفتاح صواب. مفتاح صواب هذا إن شاء الله في الأيام القادمة راح نفتح الملف تاع القايد صالح، وراح نتكلموا على مفتاح صواب اللي نجيبوه في قضية واحدة. مفتاح صواب هذا هو نسيب القايد صالح، تزوج بنته اللي توفى زوجها في ظروف غامضة جدا. زوج بنت القايد صالح كان كوميسير وتوفى في ظروف غامضة جدا قبل سنوات، وبعدها تزوجها الجنرال مفتاح صواب، ونقلوا القايد صالح من نائب ناحية في تمنراست إلى ثاني أهم ناحية في البلاد، وهي ناحية وهران، الناحية العسكرية الثانية، لأنه نسيبه. وهو يحضر فيه الآن باش يجيبه إما الناحية العسكرية الأولى، وإما مباشرة ليخلف شنقريحة كقائد للقوات البرية. يعني الآن راهي الأمور تتم. هما اثنين اللي راح يحضر فيهم القايد صالح، كاين عمران عمراني هذا قائد الدفاع الجوي، ومفتاح صواب. هاد الاثنين واحد منهم راح ياخذ القائد الناحية العسكرية الأولى، والثاني ياخذ قيادة القوات البرية. ولذلك هناك توتر ما بين القايد صالح وشنقريحة، وإن كان العارفين الموضوع هو توتر ما زال في خافت إذا سئنا، أو بسيط على الأقل أو غير ظاهر. لكن رح نرجع للموضوع هذا نتاع قايد صالح، أولاده، أنسابه، شركاته على الأقل، لأن كثير من الناس قالوا لك تكلمت وقلت لنا باش نضع الملف وما جبتوش. في الحقيقة أنا ما جبتوش لأسباب تخص البلاد، كنت قلتها لكم ممكن في نهاية مارس، لكن لما جاء وقال سيطبق المادة 102 المادة 7 و8 إلى آخره في أبريل، كنت قلت نعطوهم فرصة، وذهبت أنا أكثر من ذلك، قلت حتى نعطوهم حصانة إذا لزم الأمر لإنقاذ البلاد. ومع ذلك ومع كل تصرفاته، كل مرة كنت نأجل الحديث على الموضوع، لأني أعرف عندما أتحدث على هذا الملف، عندما تخرج هذه التفاصيل سيتضرر جدا جدا، والتضرر هذا لن ينفعه فيه شيء، بمعنى أن صورته اللي باقي ربما 10% أو 5% أو حتى 15% عن بعض الناس ستتحطم نهائيا، لأن باش يعرفوا الناس تفاصيل. مع ذلك كان ممكن نخرجها في شهر جوان، شهر ما، جويلية، شهر أوت، لا، في الحقيقة راح نخرجها إن شاء الله من هنا إلى نهاية الشهر، بداية
سبتمبر يعني في حدود 7 أيام. اللهم إلا إذا تصرف آخر، يعني إذا قام بخط في اتجاه معين لخدمة البلاد فإن نضع هذه الملفات جانبا ولا نتحدث عنها. لكن إذا استمر في تصرفاته فأنا سأوفي بما قلت لكم قبل أشهر ونخرج الملف كاملا، من ملف الذهب في تامن راست إلى ملف الشركات لأبنائه وعلاقاته في الداخل والخارج إلى آخره. مش هذا هو موضوعنا اليوم على كل حال، لكن هذه جات فقط بين قوسين. إذن هو راه يحضر في السواب، مفتاح السواب باش يكون قائد ناحية العسكرية الأولى أو قائد القوات البرية، وعمار عمراني للمنصب الثاني. إذن ألقى الكلمة هو في هذا المكان في الناحية العسكرية الثانية، وقال لك داروا الغواصتين ومش عارف وعملوا تجارب أمامه وأطلقوا على مواقع في البحر إلى آخره إلى آخره. كلام لا يغني ولا يسمن من جوع. العارفين بما يجري في هذه المناورات يؤكدون لي، وهؤلاء رتب عالية يعني في الجيش، يؤكدون لي بأنهم راهم يعملوا للقايد صالح. هذا الجنرالات لما يروح لهم القايد صالح يديروا له واش يحب يشوف واش يحب يسمع، ما يطلبه المستمعون وما يطلبه المشاهدون. يديروا له أشياء مرات ليست حقيقية، وهو مش فاهم الأمور كثير، عمره 80 سنة، كثير ما يفقد التركيز، وهذا شيء طبيعي 80 سنة، مش تكلموا على عمر 60 ولا 65 أو حتى 70. فيديروا له هكذا الشو، يديروا له سيرك، وقال لك راهو عمل شاف دار، وهو من بعد يكتبوا له كلمات يكررها على أساس أن الأمور ماشية والجيش في أحسن ظروفه وإلى آخره. المهم بعد الموضوع هذا نتاع الأخر، جاء الحديث على الخطاب نتاع القايد صالح. وبالقاعدة البحرية الرئيسية المرسل الكبير، التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد الوحدات البحرية عبر التراب الوطني. جدد فيها التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه بلادنا، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري. قايد صالح منذ البداية يشدد ضرورة التمسك بالخيار الدستوري. طيب قايد صالح، أنت راك تقول نحن نتمسك بالخيار الدستوري، أين المادة 7 أو 8 الذي كنت وعدت بها الجزائريين يوم أطحت بالعصابة كما تسميهم أنت، وكما هم حقيقة عصابة مجرمة مش فقط عصابة. إذا كنت حقا ملتزم بالخيار الدستوري، وأنت ملتزم بالخيار الدستوري كما تقول، فكان عليك أن تطبق المادة 7 و8، أن لا تطبق من الدستور ما يمشي معك وتلغي ما لا يمشي معك، يعني تؤمنون ببعض الدستور وتكفرون ببعض. وضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجل. مرة أخرى اللي يهم القايد صالح هو انتخابات رئاسية. ولماذا انتخابات رئاسية؟ من أجل إعادة إنتاج العصابة، من أجل صناعة رئيس جديد يتحكم فيه الجنرالات، اليوم على رأسهم القايد صالح، ولكن عموما كبار الضباط والجنرالات يضعون الواجهة المدنية. بمعنى يا شعب الجزائر، أنت يا من ثرت وانتفضت ضد بوتفليقة وضد حكم المفاسد والمفسد اللي خرب البلاد ككل، لا عليك، نحن أطحنا بهم عندما ضغط أنت بشدة أيها الشعب، لكننا سنأتيك برئيس آخر. وأنتم تعرفون جيدا أن بورقعة الأخضر، بورقعة الأسير، ولا أقول المعتقل إنما هو أسير اليوم، دخل من بين أسباب التي أدخلته السجن ولا زال هو فيها وعمر 86 سنة وهو أحد كبار المجاهدين، لأنه قال أن الجنرالات اختاروا الرئيس وكل ما ترونه تهريج سيرك تمثيل فقط. إذن يعود الانتخابات، قال لك الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال، مشيدا بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للحوار. اسمعوا يا الباديسيين والنوفمبريين الجدد، راهو يشيد بالهيئة الوطنية تاع كريم يونس. واقف هنا أنا فقط أضع نقطة على كريم يونس. ومنوها بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير.
راه يقول لكم أن تحققت نتائج مشجعة في وقت قصير، بمعنى أن كريم يونس أجرى حوارات ونقاشات رضي عنها الشعب ورضيت وتحققت في وقت سريع وحققت نتائج مشجعة، داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر إلى تلبية نداء الوطن والمساهمة في إثراء الحوار الوطني. إن المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر، مرحلة تعهد فيها الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار. السؤال اللي نطرحه مرة أخرى، ما هي مؤسسات الدولة؟ هل هي في رئاسة الدولة التي يرأسها شخص لا أقول فقط فاسد ومفسد وأحد أعضاء عناصر العصابة وكان رئيس مجلس الأمة وكان مع العهدة الخامسة وكان هو يعترف بتزوير انتخابات 97 كما قال من أجل مصلحة الجزائر؟ ليس فقط هذا، وإنما بنص المادة 102 والدستور الذي أنت تقول لا تريد أن تخرج عليه انتهت مهمته في 9 جوية. هل مؤسسات الدولة هي الحكومة التي هي خارج الدستور الآن أيضا منذ 9 جويلية والتي يقودها المزور الكبير والمفسد الكبير بدوي صاحب 6 ملايين استمارة لصالح الرئيس المحنط المطاح به؟ هل المؤسسات التي تتحدث عنها هي برلمان الحلاقات مع احترامي للحلاقات الشريفات وبائعي المخدرات والترابانديست؟ هل المؤسسات التي تتحدث عنها القضاء الذي سجنتم رئيسه منذ اللي قعد 6 سنوات وهو رئيس القضاء وصاحب الأختام وإلى آخره طيب لوح، أم القضاة التي سجنتموهم، أم القضاة الذين أطحت بهم؟ أما قال زغماتي قبل بضعة أيام، زغماتي قال قبل بضعة أيام شيء في الحقيقة نسيت أنا باش نعلق عليه في وقته، لكنها أعطانا فرصة الآن باش نتحدث عليه. قال أن هناك 3 أصناف من القضاة، قضاة على كفاءة ولكنهم مرتشين، قضاة ليس لديهم كفاءة وإن كان لديهم أخلاق يعني ليسوا مرتشين، وقضاة مرتشين وليسوا على كفاءة. قال هذا هو القضاء في الجزائر. بهذا التوصيف فإن زغماتي قال لنا أن كل القضاة لا يصلحون، إما أنهم كفاءة مهنية ولكنهم لصوص ومرتشين وهذا صحيح وهذا جزء كبير، وإما أنهم أصحاب أخلاق بمعنى أنهم ليسوا مرتشين ولكن لا كفاءة لهم إذن لا يصلحون لإدارة القضاء، وإما أنهم مرتشين ولا كفاءة لهم. هذا هو سيد القضاة اليوم زغماتي، هذا هو توصيفه للقضاء اليوم. إذن هل هذا المؤسسة اللي تحدث عليها يا قايد صالح؟ أم على مؤسسات البلديات والولايات؟ أم على مؤسسات الدرك مثلا اللي بالقصير راهو هارب ومناد راهو تحت الرقابة القضائية وكنت سبقت انت سجنته؟ أم على مؤسسات الشرطة مثلا نعتبروها مؤسسة نتاع أبو هدبة اللي أطحت به قبل يومين باش تجيب واحد سيء جدا هذا خليفة الونيسي صناعة ال أصحاب ناهبي المال العام؟ أي مؤسسات تتحدث عنها؟ في الحقيقة ليس لدينا أي مؤسسة، حتى الجيش الذي يسموه المؤسسة، المؤسسة ليس بمؤسسة إنما هو جهاز، وهو في 440 أو 450 جنرال اليوم في البلاد فإن كمشة من 20 جنرال فقط أو 22 بالضبط هم الذين لديهم القرار، وداخل هؤلاء 22 في الحقيقة هم 6 أو 7 اللي هم النواة الصلبة لهذا الجنرالات. ليس لدينا مؤسسات يا قايد صالح، الشعب انتفض ونهض لبناء مؤسسات الدولة المدنية، ولكنك أنت ترفض الدولة المدنية بل أصبحت تدين من يطالب بالدولة المدنية. داعيا كل الخيرين والشرفاء إلى آخره، ومحذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال. هذا هو خلاصة ما جاء اليوم في الموضوع. راح نقرأ لكم ربما بعض الفقرات من بعد على السريع لأن فيها نقاط مهمة، لكن هذا هو الملخص اللي قريته لكم الآن، جاء في مقدمة قبل الخطاب، يتحدث عن محذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بحال من الأحوال. طيب،
هل المصالح العليا للوطن مثلا تقول لك ألا تتعاون مع الأمريكيين وتفتح لهم الأجواء، لا تتعاون مع الفرنسيين لأنهم قوى استعمارية مثل الأمريكيين ولا تفتح لهم الأجواء، لا تعطيهم لا كيروزين ولا ليسونس ولا ديزل ولا الأكل لجنودهم الموجودين في شمال مالي وفي شمال النيجر وفي في جوانب موريتانيا، والذي لا يستطيعون أن يأتوا بهذه المواد إلا القريبة لهم هي الحدود الجزائرية؟ هل المصلحة الوطنية ما تقولكش مثلا أن على سبيل المثال أن أنيس رحماني وزوجته جواسيس، وجواسيس بنص صادر من السفارة الأمريكية، ومع ذلك أنت تصر على بقائه وعلى رأس قناة العار وعلى جريدة العار لأنه هو أحد مرسوليك، أحد رسلك وأحد اتصالاتك مع الإماراتيين؟ هل المصالح القومية للوطن مثلا ما تقولكش ألقي القبض على جميعي لأنه هو اللي قاعد يقوم بالتهريب في الشرق، في طول الشرق الجزائري في تونس وليبيا، ويهرب في المواد المدعومة من الجزائر ويأتي بالخردة من كل مكان؟ هل المصالح القومية الوطنية مثلا ما تقولكش أن تلقي القبض على طليبة شريك أبنائك، بالمناسبة جميع أيضا لديه شراكة مع أبنائك، لإلقاء القبض على طليبة الذي نهب عن نابة ودمرها تماما ونهبها بكل ما تعني كلمة النهب؟ هل المصالح الوطنية للبلاد ما تقولكش أن تلقي القبض على المقربين منك اللي نهبوا البلاد، وأنت تعرف ذلك جيدا؟ ودعني أذكرك، وهذا أيضا بين النقاط اللي راح نجيبها لك إن شاء الله الأسبوع القادم، على سارل أي جي بي ياقوت. سارل أي جي بي ياقوت هي الشركة اللي تابعة ليك ويديرها أبنائك، وهي اللي قاعدة تمول في الثكنات كلها، وهذا الوثائق الآن من قلب المعتمدية، من قلب إدارة الإعاشة في الجيش، وهي وثائق رسمية وسأظهرها لك. هل المصالح القومية للبلاد يا قايد صالح أنك تفتح الموانئ للإماراتيين لكي يسيطروا على هذه البلاد وتصر على بقائهم؟ هل المصالح الوطنية أن يظل الفرنسيين منذ أن أعطاهم بوتفليقة السيطرة على المطار الرئيسي في البلاد والسيطرة على المياه في عديد من الأماكن ومصالح أخرى لسيرفيس خاصة شركات الخدمات؟ هل هذا من المصلحة القومية للوطن؟ هل المصلحة القومية للوطن أن نترك الفرنسيين والإماراتيين والمصريين يعبثون في ليبيا عبث رهيب ونحن بترولنا وغازنا على الحدود الليبية؟ هل المصالح القومية للوطن لا تقول لك عليك أن لا تطرد الكفاءات الجيش الذين هم في 50 سنة و55 سنة و60 سنة، وتحتفظ باللي عمره 70 و75 و80 بل و84 سنة؟ هل لا تقول لك المصلحة الوطنية هذا؟ هل المصلحة الوطنية ما تقولكش أن تسمع للشعب اللي عنده أكثر من 6 أشهر وهو يخرج وهو ينشد وهو يكتب ويقول لك دولة مدنية وهذه جمهورية مشي كازيرنا؟ هل المصلحة الوطنية القومية ما تقولكش أن تستمع للذين يقطع عليهم المياه وتقطع عليهم الكهرباء، أو حينما تسقط أمطار مثل الذي سقطت أمس في قسنطينة تغرق قسنطينة وهي ثالث مدينة في البلاد؟ هل المصالح الوطنية ما تقولكش أن تغلق الحدود مع المغرب ولكن الأطنان نتاع الحشيش تدخل من المغرب بلا حدود؟ هل المصالح الوطنية ما تقولكش أن إلقاء القبض على العصابات يجب أن يكون للجميع وليس فقط على خصومك الذين ينافسونك على الحكم؟ هل المصالح الوطنية تقول لك أنك تبقى تبعثر المال على شراء أسلحة من عند الروس وأنت تعرف أنهم خدعونا مرة وباعونا أكثر من 30 طائرة لا تساوي شيء، ولولا الأوكرانيين لما استطعنا حتى نعرف ذلك؟ هل المصالح الوطنية أن نبقى نبذر في أموالنا على أسلحة لا تستخدم وإذا استخدمت هي ضد الشعب؟ هل المصالح الوطنية ما تقول لكش بأن البلاد على حافة أن هناك أكثر من 50% من الشعب يجوع وأن البلاد على حافة الإفلاس، ومع ذلك تضيع في الوقت
وتصر على صناعة سفهاء جدد وعصابة جديدة. وأستطيع أن أظل أقول لك، ولعلي من بين ما أذكره في الأخير، هل المصالح الوطنية أن توتال وشركات أمريكية أخرى تستخرج الآن الغاز الصخري سرا من البلاد؟ هل المصالح الوطنية مثلا أن الذهب ينهب من الصحراء بلا حدود ويرسل إلى الإمارات؟ هل المصالح الوطنية ما تحدثكش على كل هؤلاء، على كل هذه القضايا؟ وهذا جزء من كل. يضيف من بين ما أضاف: وفي هذا الصدد بالذات أود أن أشيد بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأنوه بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين نبوا نداء الوطن انطلاقا من إخلاصهم الصادق وإيمانهم الثابت بأن الجزائر سقيت بأرضها طاهرة بدماء الملايين الشهداء إلى آخره. مدح للمفسد الفاسد كريم يونس الذي فشل، والذي سمعه الجزائريين جميعا يقول كلام قبيح على الملأ، والذي اليوم راه يشتكي ويتباكى أن الناس يسموه عصابات. قبل قليل فقط أرسل لي أهل بجاية حيث كان يسكن، أعتقد في سكن المين لوجمو، أرسلوا لي لافتة كتبوها أننا نتبرأ منك، لا نتشرف بك ونتبرأ منك. هؤلاء الحي الذي يسكن فيه، الحي الذي يسكن فيه كريم يونس تبرأوا منه. حي الله أحرار بجاية، حي الله أحرار بلاد في كل مكان، الحي تبرأوا منه، فما بالك الجزائريين الآخرين؟ هل لا يعرف الجزائريين أن كريم يونس هو جزء من العصابة، وأنه كان وزير عند بوتفليقة، وأنه كان رئيس ما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني، عش ومفرخة التزوير، وأنه لولا أن خدعهم توفيق وانحاز لبن فليس بطلب من محمد العماري لظل مع بوتفليقة؟ لا يعرف الناس التاريخ؟ ثم منذ أن طرد في 2004 ظل ساكنا في باريس، يجي للجزائر يأخذ لاروتريت نتاع 60 مليون في الشهر لأنه كان رئيس مجلس الشعبي الوطني، وتحول له بلورو، وعايش في فرنسا، ثم تجيبه لنا. هذا هو اللي يشكر فيه القايد صالح، ويتحدث عن النتائج المحققة. أين في أي عالم تعيشون؟ أي نتائج في أي عالم تعيشون؟ الشعب يخرج كل يوم، ما قدرتوش تجمعوا في البويرة أمس، ما قدرش يروحوا البويرة لأن شعب البويرة أهل البويرة قالوا سنسمعهم ما لم يسمعون. الطلبة قبل أسبوع أذلوهم إذلال هائل، لا يستطيعون أن يذهبوا. وزراءكم اليوم، وزير مطرود من الواد، وزير آخر مطرود من تيالت، وزير آخر مطرود في العاصمة، وزراءك الذي تتحكم فيهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى أي مكان. عن أي شعب تتحدث؟ الشعب الجزائري أم أنك تتحدث عن شعب في المريخ أو في زحل أو حتى في خارج هذا الكوكب؟ هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب. نفس الكلمات ونفس العبارات تقريبا التي قيلت حينما جاءوا ببوتفليقة، نفس الكلمات ونفس العبارات التي قيلت حينما جاءوا بزروال، وليس بعيد عنها ما قيل حينما جاءوا ببوضياف. نفس الكلمات: انتخابات، تجسيد الإرادة الشعبية، يحظى بالشرعية. أي شرعية؟ إذا كنت أنت مثلا على سبيل المثال قلت، وفي مرة أخرى في الكوارث اللي قلتها قلت بأن الرئيس القادم سيحارب الفساد، أنت قلت بلسانك أن الرئيس القادم سيحارب الفساد، بمعنى أنك أنت تملي عليه ماذا سيفعل، لأنك أنت من تصنع الرئيس. منذ 62 وكبار العسكر هم من يصنعون الرئيس. الشعب خرج هذه المرة
ليصنع هو الرئيس، ويصنع هو الحكومة، ويصنع هو البرلمان، ويصنع هو البلديات، ويصنع هو الولاة، لأنه هو الذي يعاني وليس صناعة الحنوشة. هاو الفرق اللي ما كنتش قادرين تفهموها. يحظى بالشرعية اللازمة وثقة الشعب المصر على هذا المطلب الملح. الشعب بالنسبة لقايد صالح ومن معه من جنرالات، الشعب مصر على الانتخابات. ها كلام الشعب المصر على هذا المطلب الملح وعلى موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية. الشعب مصر على الرئيس وانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، بل أن المنطق يفرض الشروع في التحضير لهذه الانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولأن الوقت ليس في صالحنا كما أكدنا على ذلك مرارا، ولأن كل ما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية. وعليه أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم الانتخابات. هذا هو المفيد. This is the beef على قول الإنجليز. هذا هو المفيد. درنا لجنة تاع ديكور تشرف على انتخابات مزورة سلفا، يختار فيها الجنرالات الرئيس مقدما، وتقدم للعالم على أن هناك ديمقراطية. هذه ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الخداع. ما يهمهم هو أن أمام أسيادهم الذين يدعمونهم في باريس كما في موسكو، وفي واشنطن كما في بكين، وفي أبو ظبي كما في الرياض، ما يهمهم هو أن هؤلاء هذه القوى المؤثرة تقبل. طبعا أبو ظبي والرياض لا تعنيهم الانتخابات لوالو، لأنهم يقتلون الشعوب بلا حدود في اليمن كما في ليبيا، في مصر كما في سوريا، فهم يقتلون الناس، بل حتى في السعودية والإمارات هناك شيء رهيب يحدث. لكن اللي تهمه هي القوى الغربية أساسا، باش تظل هذه القوى الغربية تقدم النظام الجزائري على أساس كما كانوا يقولوا بعض الوزراء الأمريكيين والإنجليز لما يروحوا عندهم، حتى الألمان، الجزائر مدرسة نتعلم منها. نعم كنت نرد عليهم في أكثر من الحالات ونقول لهم، قلتها مرة الواحد هنا صحفي كبير قريب من الوزراء، قلت له يأتوا وزراءكم من هنا من بريطانيا اللي الوزير ما يستطعش يسرق 10 باوند وكان يعرفوه يسرق 10 باوند يطيحوا به، وتذهبون إلى أوطان وين سرقوا عشرات الملايين من الدولارات وهدموا الوطن وتقولوا مدرسة نتعلم منها. تتعلمون منها قتل شعوبكم؟ أنتم عندما يموت لكم واحد في بلد تحركوا البواخر العسكرية، ونحن قتلونا مئات الآلاف ما بين القتلى والجرحى والمعذبين، وأنتم تسمونهم مدرسة. إنه النفاق الغربي في أبشع صوره، لكنهم هكذا يريدون جزائر ضعيفة تحكمها كمشة من الجنرالات ولها واجهة من أبشع اللصوص ومن أفسد الخلق، ويقول لك هاي انتخابات هاي كذا. رؤساء فرنسا بعد ساعات، مرات بعد ساعة واحدة من إعلان أي انتخابات للمحنط، يبعثون برسائل تهنئة على الانتخابات وهم يعرفون أنها مزورة، لأنهم يريدون جزائر ضعيفة. لكن وللأسف الشديد في الوقت الذي ظل فيه المخلصون الصادقون، هو أصحابه، هو الجنرالات وبن صالح وبدوي وكل الأرباع يعني من أبناء الوطن، يدعون باستمرار إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتكاتف الجهود. اللحمة الوطنية مثلا مثل غلق العاصمة مثلا كل جمعة، اللحمة الوطنية مثلا مثل شيطنة القبائل مثلا، هذه اللحمة الوطنية الذين دعوتم لها. اللحمة الوطنية مثلا مثل تشويه الأحرار، للأسف إخواني في اليوتيوب انقطع. اللحمة الوطنية مثلا مثل نشر ذبابكم بلا حدود لسب كل من يدعو إلى تحرير هذه البلاد، هذه اللحمة الوطنية التي تدعون لها.
وتكاتف الجهود وتغليب المصلحة العليا للوطن، لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب. صراحة أحيانا لا تعرف هذا الإنسان إذا راه يفهم وش راه يكتبوا له، ولا راه واعي وش راه يقول. بالنسبة ليه أن الذين يعترضون على إعادة إنتاج العصابة، الذين يعترضون على نهاية يجب إنهاء الفساد، الذين يعترضون على حكم العسكر المدمر، هم أصوات ناعقة معروفة بنواياها الخبيثة وباعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها. طيب، العصابة اللي تقصدها يعني اللي راك سجنه، سعيد، طرطاق، توفيق، ويحيى، سلال، لوح، وهكذا. ألم تكن معهم؟ ألم تكن معهم؟ ألم تكن كبران عند كبرانات فرنسا؟ ألم تكن تقردف للتوفيق؟ ألم تكن تقردف للسعيد؟ ألم تكن تقردف للكادر؟ ألم تكن تفعل هذا؟ ألم يكن رئيسك هو أحمد ويحيى، هو رئيس وزراء وأنت نائب وزير دفاع وسلال؟ ألم يكن هؤلاء إما زملائك إما رؤسائك وكنت أنت وإياهم سويا؟ ألم تقول أن الجيش مستعد للانتخابات؟ ألم تقل ذلك؟ ألم تناصر المحنط في العهدة الثالثة والرابعة والخامسة لو مرت؟ تكذب على الحي ولا على الميت؟ تكذب على الرضع والله اللي عايشين في هذا العالم، أما أنك تعيش عالم آخر، عالم الشهوات واللذات، ودعني لا أشرح كثيرا. لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية، مثل مثلا إطلاق الذين اعتقلتهم منذ أفريل وأنت تعتقل في الشباب. هؤلاء عندما يقال لك اطلقهم تصبح شروط تعجيزية، مثل مثلا إطلاق بورقع الأسير لديك، هذا شرط تعجيزي، مثل مثلا فتح العاصمة الجزائريين، هذا شرط تعجيزي، مثل مثلا إيقاف جميعي وطليبة وكل أشباه العصابة الأخرى، هذا مطلب تعجيزي. على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب، وممارسة الألاعيب المفضوحة عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة مسبقا. هل نحن الذي قلنا أن الرئيس القادم سيحارب الفساد أم أنت؟ هل بورقعة قال على الناس اللي يعارضوك أنهم هم اللي اختاروا الرئيس، أم قال عليك أنت أنك اخترت الرئيس؟ وقائمة طويلة من الأشياء. وهو إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماما مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال. مثلا دعني أذكرك بالمادة 28 من الدستور. دعني أقول لك أن المادة 28 من الدستور تحدد دورك ودور جنرالاتك في الدفاع على سيادة البلد، الدفاع من العدوان الخارجي، والمادة 28 واضحة تمام الوضوح. مثلا لماذا لا تطبقها وتخرج علينا تقريبا كل أسبوع؟ إذا ما كنتش في الإمارات تخرج علينا بخطاب من ثكنة لكي تحدثنا من كازيرنا وجنودك أمامك وكأنهم خشب مسندة يرتعشون منك، لأنهم يعلمون أنك تستطيع أن تطرد أي جنرال في أي لحظة لمجرد أنك لا تفهم ما يقول، كما فعلت مع الجنرال بن حليلو الذي كان يرأس إدارة القضاء
في وزارة الدفاع عندما قال لك لا نستطيع أن نسجن الصحفيين هكذا، يجب لدينا مبرر، أو حينما طردت أحد كبار جنرالات وقد كنت تحدثت عليه أنا لما كان في الجلفة وجاء جلس أمامك بعد أن أدى مناورة بهلوانية وجاء جلس في نفس الصف، فقلت له رجع الكاسك على رأسك وانهض من هنا، ولما رحت للعاصمة طردته وهو كان يرأس فرقة كاملة. على سبيل المثال، بكل ألم وأسف جيك صالح إنك تلعب وتعبث وقد طال لعبك وعبثك، وصراحة الناس لم تعد تتحمل هذا الالتفاف وهذا الخداع، لم تعد تتحمل سلوك الحنوشة هذا الذي تقوم به أنت ومن معك، والناس مصرة على التصعيد وهي ذاهبة إلى التصعيد إذا لم تستمعوا. سبتمبر على الأبواب، كنتم تظنون أن رمضان والصيف سيقضي على الحراك، لم يتم. الآن تبعثون وزدتم للذباب من 3000 دينار إلى 5000 دينار، وزدتم لمن يذهبون لتخريب الحراك زدتولهم مال، قاعدين تشروا في الضمائر، فيه زيادة وفيه قروض لكبار الضباط وبعض الضباط، وكل هذا من أجل قتل ثورة الشعب الجزائري الذي يريد أن يبني دولة العدل والحق والقانون، دولة يعيش فيها بكرامة. كل هذا، غدا سيخرج طلبة، حي الله حرار الطلبة في كل مكان، غدا سيخرجون وغدا ستسمعون كلام الدولة المدنية مرة أخرى وكلمات ضدك أنت شخصيا وضد جنرالاتك. غدا سيصدح الناس مرة أخرى أننا نريد دولة العدل والحق والقانون، نريد الدولة المدنية، نريد بناء الدولة، لأنها أصبحت عصابات وأنت أول من يعترف بذلك. وهذه الجمعة ستكون قوية، والجمعات اللي بعدها لن تكون فقط قوية، ستكون مزلزلة. سيكون شهر سبتمبر شهرا بإذن الله شهرا حاسما. فإما إذا كان بعض الجنرالات اللي مازال ربما لديهم ضمير وحتى دفاعا عن مصالحهم، إما أن يطيحوا بك ويبعدوك ويسلموا الأمر للشعب حتى ينجوا هم ويذهبون لأعمالهم، وإما ستسقطون جميعا، لأن هذا الشعب مصر أن يستعيد دولته ويستعيد استقلاله ويستعيد كرامته ويستعيد عزته، ومل من أبناء الذين يهربون ويموتون في البحر أو يسجنون في تونس أو في تركيا أو في اليونان أو في فرنسا أو في إسبانيا. الناس ملت، لا تجد الدواء، لا تجد المستشفيات، تسقط قطرة ماء تغرق المدن، الناس تغلق الآن في البلديات، تقطع في الطرق، اسألوا أهل بسكرة مثلا. لم تعد تستطيع الناس أن تتحمل أكثر، فإما تستمعون في بضعة أيام القادمة وإما ترحلون بهذا الطريق أو بذاك الطريق. سنظل سلميين بإذن الله، سيظل الشعب الجزائري سلمي، ومهما فعلتم أي تخويف، تصلني هذه الأيام تهديدات وتهديدات كثيرة، والله لو كان السيف على رقبتي ما سكت عن حق حتى يخرج آخر نفس من هذا الجسد، والله لن تخيفوني بشيء، لن تخيفوني بشيء، لا تهجمكم على أسرتي ولا على أولادي ولا على كثير من المقربين مني ولا أي شيء، لن يخيفني شيء، وما خافني شيء في 24 سنة وأنا ما ضدكم أيها العصابات، عندما كنت أنت تحي التوفير والعماري وإسماعيل العماري وكل وخالد نزار، كنت أنا من الذين ينددون بهم، والتاريخ شاهد، ولست أنا واحد، أنا إلا واحد من هذا الشعب المقاوم، عشرات مئات المقاومين، منهم من مات وما بدل تبديله، ومنهم ما زال مستمر ثابت على الحق، اللهم إلا بعض السفهاء أو بعض المخدوعين الذين مكالمة في تليفون تقلب 180 درجة. وأقول لهؤلاء، لأن هناك إنسان عزيز علي أصر علي أن
أقول لهم كلمة. يا من خدعتم بالباديسية والنوفمبرية، يا بعض قدماء الفيس ويا بعض الآخرين، أنتم يا من خدعوكم بتليفون هنا أو تليفون هناك، يرسل لك عقيد هنا أو نقيب هناك، لقد أرسلوا لي عدد لا يعد ولا يحصى من الناس تدان 99، بل أني قلت مرة وأن عودها، بل أن السكرتير الخاص لبوتفليقة أقرب الناس إليه وكاتم أسراره كان صديقي، لكننا افترقنا عندما خذت موقفي في 95، ومع ذلك ظل يحاول معي حتى 2006 أن أعود وأنضم إليهم. هذا واحد فقط حتى أذكر سكرتير الخاص محمد رقاب، لكن قلت له يا سي محمد مهما كانت علاقتنا ومهما كانت صداقتنا لن أخون فكرتي ولن أخوف مبادئي ولن أخوف الشعب، وسنستمر رغم المعاناة ورغم كل شيء. ولقد أرسلوا لي عقداء وأرسلوا بعض قدماء وزراء وأرسلوا مسؤولين وأرسلوا صحفيين. طيب لو كان أنا سمعت لهؤلاء اللي كانوا يقدموا لي بوتفليقة على أساس أنه المنقذ والمخلص، أنا وغيري بالمناسبة، لكن أنا أتحدث عن نفسي لأن في التفاصيل، لو كان سقط من ذلك الوقت، لو كان سقط من ذلك الوقت مع الذي تسميه أنتم العصابة، ثباتنا هو الذي ثبت الكثيرين وهو الذي أوصل الحقائق للناس، وسنظل على هذا الثبات بإذن الله. لا نريد منه جزاء ولا شكر من الناس، إنما هو مواقف ومبادئ عليها نحيا وعليها نموت. هذه المواقف وهذه المبادئ عليها نحيا وعليها نموت. سنظل مدافعين عن الحق من أجل قيام دولة العدل والحق والقانون، دولة مدنية يختار الشعب فيها حكامه، يذهب بمن يشاء ويأتي بمن يشاء، وتقوم الجزائر الناهضة وهي على الأبواب بإذن الله. حياكم الله إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله.